الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم وضع صورة تتضمن ذات روح في وسائل التواصل؟ الحمد لله، الأصل المتقرر عند العلماء في باب التصوير أنه على التحريم والمنع، سواء كان منه تصوير النحت أو تصوير الرسم، والعلماء مختلفون في مسألة التصوير الفوتوغرافي فقط، وإلا فالأصل أن في التصوير أنه على التحريم. والأدلة الكثيرة قد وردت في التحريم، فلا وبناء على ذلك فما كان من ذوات الأرواح فلا يجوز تصويره، والصحيح عندي أنه لا يجوز تصويره حتى بالتصوير بالآلات الحديثة الفوتوغرافية المعروفة، فالتصوير كله مبني على التحريم، لا يجوز منه شيء إلا ما دعت له الضرورة أو الحاجة الملحة، لأن الأدلة وردت بتحريم التصوير، وهذا التحريم يشمل ما كان خلفية شيء من وسائل التواصل الاجتماعي، كمن يجعل خلفية موقعه أو حسابه على التويتر صورة ذوات الأرواح، أو يضع مثلا علامة على الواتساب صورة من ذوات الأرواح أو غيرها، فهو محرم بإطلاق. لا يجوز للإنسان أن يجعل شيئا من ذوات الأرواح صورة، لا معلقة ولا في جواله ولا خلفية جوال ولا في أي موضع من المواضع، بل الواجب عليه أن يتلف هذه الصورة، إلا الصور الضرورية أو التي يحتاج لها والتي لا تقوم أمور دنياه إلا بها، كالتصوير التابعي الرخصة أو التعريف بالنفس أو الشهادة، كل ذلك، أو التصوير الجنائي مثلا، هذا يضطر إليه الناس ويحتاجون إليه، وأما ما عدا ذلك فهو من باب التحسين، وكل ذلك لا يجوز. والإنسان ينبغي أن يكون ناصحا لنفسه فيترك هذا الأمر الذي كثرت الأدلة في التخويف والترهيب منه، فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وفي الصحيحين وعند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أو فليخلقوا شعيرة. وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: يا ابن عباس، إني أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: ادنو مني فدنا منه. ثم قال: ادنو مني فدنا، حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. قال: ولعن المصور، بل إن في النار عنقا يوم القيامة يخرج من جهنم قد وكله الله عز وجل بثلاثة، ومن جملتهم أنه موكول بالمصورين. فعلى الإنسان، والأدلة في ذلك كثيرة، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يطمس هذه الصور وأن يبعدها من جواله وأن يمحوها، وإلا فإنها ستكون من العمل الخبيث الذي يكون عليه وزره على قدر تناقل الناس له بعد مماته، فهو من العمل الخبيث الذي ينبغي للإنسان أن يبادر بإتلافه قبل مماته، والله تعالى أعلى وأعلم.